كله كويس الحمد لله. رأيك في أداء المنتخب النهاردة؟ يعني المنتخب بدأ كويس جدا وكل حاجة، بس أنا يعني عايز أفهم الناس حاجة، نقطة مهمة جدا وهي إن الرطوبة قاتلة. يعني الناس مش متخيلة يعني إيه رطوبة. يعني يمكن حتى بعض لعيبة منتخب مصر اتكلمت، وأنا شايف دلوقتي ماتش غانا وشفت ماتش نيجيريا، كل دي الفرق كبيره وكلهم بيلعبوا في اوروبا، معظم لعيبتهم بتلعب في اوروبا. الرطوبه انت ممكن وانت واقف كده لابس قميص تيشيرت تلاقي القميص بقى ميه من غير ما تجري من غير ما تتحرك، وبالتالي الرطوبه قاتله. طيب ايه الحل بقى في الرطوبه القاتله دي؟ ممكن بس يا كابتن خالد قبل ما نتكلم في الحل، هو هل احنا ما عندناش تجارب كتير جدا في افريقيا كعناصر منتخب؟ سيبك من اللعيبه المحترفه في اوروبا، يعني معلش مثلا هو التصريح قاله مصطفى محمد، انا متفق معاك، انا سافرت كتير جدا في قاره افريقيا وعارف موضوع الرطوبه ده متعب جدا، بس اعتقد ان احنا عندنا كابتن خالد حته الخبرات دي في التعامل مع مثل هذه المواقف، بالتحديد كلام المدير الفني، احنا عندنا 5 تغييرات، يعني نقدر نوظف المجهود بشكل مميز من خلال التغييرات، ما دي ترجع برضه على المدير الفني، فاعتقد ان احنا كابتن خالد عندنا خبرات تخلينا او تسمح لنا ان احنا نتعامل مع الظروف اللي زي دي. هو عشان كده انا بقول لك، بص انا قولا واحدا اولا احنا عامل الرطوبه عامل مؤثر جدا، على فكره مصطفى محمد كان احسن لعيب في الفرقه. طبعا انا قلت كده فعلا، ورغم كده هو اللي بيقول الكلام ده. طيب نمره 2، انا عندي دلوقتي لعيبه كبيره في السن او لعيبه مش جاهزه، منهم مثلا محمد النني ماشي تمام، لعيب باصير كويس لكن كبير في السن، مجهوده مش زي مجهود لعيب عنده 23 او 24 سنه زي مروان عطيه. ربنا سبحانه وتعالى ادى مروان عطيه موهبه قطع الكوره، والجهد وفير، وادى النني القدره على ان هو يعمل باص صح على الارض ويتحرك لزمايله. طيب احنا في ظل ان احنا عندنا لعيبه بتسيب مساحات وما بترجعش تدافع زي محمد صلاح وزي زيزو، الاثنين اول ما بيفقدوا الكوره بينتهي دورهم تقريبا، ما بيدافعوش. تمام. وبالتالي لازم، طب لو انا عايز اديهم اريحيه في الموضوع ده لازم يبقى عندي 2 وحوش في نص الملعب. يعني 2 اما الكوره نفقدها عندهم القدره على القطع. مظبوط. فمنهم مروان عطيه تمام، وكان طارق حامد مثلا او حمدي فتحي، ان انا اديله مهام ما يزيدش. خلاص انا عندي اللعيبه بتزيد، تريزيجيه ما بيدافعش، زيزو ما بيدافعش، محمد صلاح ما بيدافعش، فاهم قصدي؟ غير كمان ان الرطوبه القاتله اللي بتخلي اللاعب لو بيدافع 30% هتلاقيه بيدافع 10%. تمام. وبالتالي لازم اقوي نص الملعب رقم 6 ده. لازم يكون 2 تقال جدا في الملعب. مظبوط. وادي اريحيه للعيبه دي اللي قدام. لكن انا لما كنا كلنا بنشتم وبنيجي على كارلوس كيروش وعلى كوبر صح، نقعد نقول ايه العيب في الطريقه الدفاعيه البحته دي، ايه اللي باصي لصلاح ومش باصي لصلاح وكلام من وايه ما فيش هجمه يا راجل ما اعرفش ايه. والاثنين وصلوا لنهاية افريقيا. طيب انا دلوقتي جينا يا عم بنهاجم اهو، جبنا جول اول دقيقتين وبتاع، سايبين مساحات شاسعه وفرقه زي موزمبيق تروح عليك مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وتضيع وتجيب فيك جونين. يعني فاهم يعني، فطبعا طريقه اللعب مع اللعيبه اللي هي غير ملتزمه، مع الرطوبه العاليه، مع تشكيل مستر فيتوريا اللي بيلعب لعيبه كلها، يعني حمدي فتحي الفتره الاخيره بقى بيزيد صح، يعني عايز يجيب اجوان وبيزيد وبتاع. عندك النهارده انني مش، ما اقدرش اقول ان هو رقم 6 خالص صح. طبعا انني لو لعب يلعب 8 يا كابتن خالد اعتقد، يعني بالظبط. نمره 3 عندك زيزو، هو لاعب محمد صلاح ورا مصطفى محمد، لاعب زيزو ناحيه اليمين، وتريزيجيه النهارده بدنيا طبعا مش جاهز. حجازي النهارده، وانا قلت الكلام ده، حجازي ما يقدرش بعد 3 صليبي وبعد لسه رجوع من قريب ويلعب كل 3 4 ايام ماتش. يعني كان الافضل ما يبتديش بحجازي يا كابتن خالد، ولازم يبتدي اللعيبه الصغيره، اما اللعيبه الكبيره فدول اللي بيمتلكوا الخبرات ممكن تنزلهم في نص ساعه 25 دقيقه في توقيتات معينه يحافظوا على الكوره ويلعبوا بثقه وبتاع. انا عايز اسالك سؤال يا كابتن خالد، هو مش محمد صلاح ده الراجل ده بيلعب في اوروبا جناح يمين مع ليفربول؟ بقاله كام سنه بيلعب في المركز ده؟
بقاله كتير كتير جدا. طيب هل احنا يعني عايزين نخدع المنتخبات الافريقيه فنحط محمد صلاح في مركز مختلف عشان نقدر نستخدمه؟ فهل ده يعتبر ذكاء او حنكه من المدير الفني، رغم ان هو كل العالم عارف انه بيلعب جناح يمين وبرده بيتالق وبرده هو احد احسن او احد افضل اللاعبين في العالم؟ طب ايه الفكره في انك ما تلعبوش في مركزه عشان تاخد منه الخطوره اللي انت منتظرها؟ بص يعني هقول لك حاجه بصراحه، يعني محمد صلاح برده بقاله كذا ماتش، يعني مش ما تقدرش تقول هو نجم اللقاء او هو نجم المباراه ده مع المنتخب مصر يعني مع المنتخب، بس هو نجم اللقاء ونجم المباراه. لان وساعات كتيره كمان يورجن كلوب بيلعب محمد صلاح جوه على فكره، عشان كده محمد صلاح تلاقيه اللي جوه وبيجيب جوان وبتاع. حلو حلو، بس ده لما بيكون مثلا ليفربول متاخر في النتيجه فبيعمل حاجه معينه كلام من ده، لكن البدايه دايما بنهر. انت امير كمان، انت مش بتلاعب فرق، انت بتلاعب مضمبيق. بالظبط يعني برضو السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. طبعا معانا مداخله قويه جدا من الكابتن خالد الغندور بيتكلم فيها على اداء منتخب مصر مع امام موزمبيق في اول جولات منتخب مصر في كان 2024. طب واحنا قاعدين على قهوه الخواجه بنحط السم في العسل؟ لا طبعا. طيب ايه موضوع الجو والمناخ والكلام ده ما ظهرش ليه قبل البطوله؟ طب الجو والمناخ علينا بس ولا على ال 24 فريق؟ طب الجو والمناخ على تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا وكوتوفوار مش الجو والمناخ على الكل؟ تمام. الاجواء في افريقيا صعبه جدا، طب احنا رايحين وعارفين الكلام ده. طيب يعني حجه شماعه احنا مش لاقيينها. طب الجو والمناخ يأثر على جريك؟ يأثر. يأثر على روحك؟ يأثر. يأثر على تيشيرت منتخب مصر اللي عليه 7 نجوم كاس الامم الافريقيه؟ يأثر. يأثر على اللعيبه المحترفه؟ يأثر. يأثر على فريق مجهول الهويه بالنسبه لموزمبيق، مع احترامي لجميع منتخبات افريقيا، ان مصر تتعادل معاه بانقاذ من الفار في بلس 95؟ طب ما هو ده مش كلام منطقي، يعني ده مش كلام كورة، ده مش كلام نتعلم فيه من أخطائنا. طب عندك كاف بيرتي كسبت غانا 2-1 في مباراة بعد مباراة منتخب مصر، فأنت عندك المباراة القادمة مباراة غانا. مصر لو خسرت برا، مصر لو اتعادلت بنسبة كبيرة برا، غانا خسرنا ماتش الأولاني، يعني قابل قوة جامدة جدا. احنا ما بنقلقش وما بنخوفش جماهير قهوة الخواجة، بس احنا عايزين نقول ادي ذو حق حقه، القطة قطة والجمل جمل، فما ينفعش تديني قطة بسعر جمل. اسمع رايك في الكومنتات، وتحياتي احمد الخواجة حبيبي يا خواجة.